أعزائنا المشاهدين أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج اسأل مع ميرا النهاردة بالنسبة لي عيد أنا مبسوطة جدا 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 لأن معانا النهاردة أستاذ كرم قدسي ريل استيت ايجنت من كيلر وليم أهلا بحضرتك كيف عندك؟ أهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين حضرتك اخر مره جت لنا كان تقريبا من سنتين او ثلاث سنين تقريباً <applause> <جدا> صح تقريبا <applause> ومن وقتها بقى الناس عمالين يقولوا عايزين بقى استاذ كرم فين استاذ كرم انا موجود اهو بس <تصفيق> <تصفيق> قولي لي بس تعالى وانا هاجي على طول طيب استاذ كرم فعلا بجد يعني كل ما اقول لحد استاذ كرم جاي معايا النهارده يعني يقولوا يا ده هو طيب قوي ده بيساعد الناس ده بيحب الناس ده مريح بيريح الناس فانا بشكرك جدا جدا جدا, جدا لان ليك فانز كتير بجد وان حلو قوي ان احنا نريح الناس يعني ما نتعبهمش حاسه ان انت بتقوم الصبح تقول انا هريح كل الناس. لا ده تشرف ليا ثانك يو طبعا على كلامك الحلو ده بس يعني ده بس من ذوقهم مش اكتر يعني بلاش استاذ. <تصفيق> <تصفيق> طيب اوكي ايه اخبار السوق بتاع العقارات دلوقتي فندم اه كويس يعني السوق طبعا هيلثي جدا. في حركه بيع وشراء كبيره جدا بالنسبه لمين بالنسبة, <applause> بالنسبه لكل الناس بصي هو طالما في ديماند طالما في طلب على اي سوق يعني لو في طلب على الذهب يبقى سوق الذهب كويس في طلب على البيوت يبقى سوق البيوت كويس لو في طلب على اي حاجه يبقى السوق بتاع الحاجه دي كويس ده ده التعريف يعني بتاع ان السوق كويس ولا وحش ففي طلب عالي جدا على البيوت والكلام ده شايفينه بقالنا سنين بس زاد قوي في سنه 21 السنه اللي احنا فيها دي زاد جدا يعني. آه ناس كتيرة كانت خايفه في 2020 علشان البانديميك وعلشان كانوا خايفين من الانتخابات yeah. آه وحاجات زي كده. والله تنزل هتنزل جدا أوه. يعني ده التوقعات كل الناس كانت أوه. متوقعه كده. <applause> إلا <الانستيتيجنس برضه>. اه <applause> انا ما كنتش متوقع كده الا انا ما كنتش متوقع دايما متفائلين. اه <applause> لأ. لا صدقيني مش تفائل بس هي ارقام يعني فيمكن شويه يعني لما بنشوف الارقام وبنشوف كده الاحصائيات بنبقى عندنا قدره اكتر شويه ان احنا نقدر نتوقع ايه اللي هيحصل في ناس كتير كانت متوقعه ان الاسعار هتنزل وان الماركت هينام والى حد ما ما اقدرش الومهم لان هما كانوا شايفين ان في ناس كتيره قوي سابت اشغالها مش عارفين تاثير الانتخابات علينا هيبقى عامل ازاي او على الاقتصاد بشكل عام بس احنا كنا شايفين ان كل يوم في طلب اكتر كل يوم البيوت سعرها بيزيد كل يوم البيوت ما بتقعدش على الماركت غير مثلا كابل اوف دايز يعني كمان. فكنا شايفين انه ما فيش اي مؤشر بيقول ان الاسعار هتنزل او الماركت هيهدى رغم ان احنا نتمنى ان الماركت يهدى شويه بس مش ده اللي حصل طيب ده شيء عظيم جدا جدا احنا طبعا فرحانين ان السوق بتاع العقارات قوي لان ده معنى كده ان الاقتصاد كمان يعني في حاله قويه اعتقد صح يعني. اه اعتقد <applause> اوكي طيب حضرتك صاحب شركه بريمير ريلتي اوف كاليفورنيا ممكن اعرف حضرتك ايه الخدمات اللي بتقدمها عارفه ان انت طبعا ريلستيت ايجنت بتقدر تبيع او تشتري بيوت هل في اي خدمات ثانيه <applause> بتقدر تساعد الناس فيها لا انا شركتي بس متخصصه في ان انا بساعد الناس تشتري بيت او تبيع بيت او تنفست <applause> فلوسها في ريلستيت تمام حلو قوي ولك... اه بالظبط يعني في ناس كتير قوي بتنفست فلوسها في الريل استيت سواء ان هما بيجيبوا البيوت مثلا اللي هي متبهدله شويه محتاجه شغل كتير بيجيبوها يوضبوها ويبيعوها او الناس اللي بتنفست بتحط مثلا فلوسها في ريل استيت وبيأجر البيت ده لمده خمس ست سبع سنين 10 سنين ممكن يبيعوا او بيخليه حسب يعني هو احتياجه ايه ففي ناس كتيره بتستثمر فلوسها في الريل استيت طبعا الناس اللي اشترت مثلا خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا بيبيعوا دلوقتي عاملين ايكويتي كويس قوي وعاملين فلوس كويسه جدا فيعني yeah. لكل الناس اللي عملت كده uh -huh. آه ولكن احنا طبعا بنقدم خدمات كتيره بس مش احنا يعني مش مش كرم او مش بريمير مثلا في اللونز في الاسكرو في الحاجات دي, دي لي كلها فيه. لينا الـ 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 الناس بتوعنا اللي بنقدر نخدم الكلاينت من, من خلال كل ال التخصصات الثانيه. يعني لما حد يجي لك يشتري او يبيع حاجه انت مش بتدوخه تقول له لا روح هات لي الاول من لندر اللون بتاعك انت تقدر تريفير يعني. بالظبط عندنا ناس نقدر نريفير بس الباير بيبقى عنده مطلق الحريه انه يشتغل مع اي لندر هو يختاره بس لو حد مش عارف بنقول له مثلا عندك ده وعندك ده وعندك ده وهو بيتكلمهم وبياخد افضل ديل يناسبه. طيب ممتاز جدا طيب استاذ كرم طبعا قبل ما ندخل دلوقتي في سعر البيت كام والنسبه والحاجات دي كلها في طبعا دلوقتي ناس نيو جايين كتير جدا جدا وكل واحد حلمه انه يشتري بيت م. انا عايز اعرف الستبس اللي يعني انا هبتدي بيها علشان بعد كده ندخل في الحاجات الاقوى منها الستبس بقى والريكويرمنتس ان انا اشتري بيت وانا لسه يعني ليتس ان انا جايبه لي مثلا شهرين بس في امريكا م. أه الحلم ده ممكن احققه خلال قد ايه لو اشتغلت قد ايه بصي هي ده سؤال يتسال اكتر لللندر أه بس انا عندي كلاينتس مثلا كان بقالهم سنه واحده هنا في امريكا والبنك قدر يستخدم الانكم بتاعهم الحالي واشتروا بيت ما كانش في مشكلة في بنوك تانية بتحتاج انك لازم تبقي شغالة سنتين هنا علشان تقدري تشتري بيت بس اجين دي مش قاعدة يعني في ناس بتقدر تشتري بيوت حتى لو هي بقالها أقل من سنتين sometimes okay. البنوك بتستخدم income من another country يعني yes. لو آه. الشخص ده مهندس وكان شغال في البلد الفلانية آه و... واتنقل من البلد الفلانية جي امريكا بس في نفس اللاين of work بتاعه ساعات البنك بيقدر يستخدم الانكم بتاع او الهيستوري بتاع الشخص ده حتى لو هو ما بقالوش كتير هنا في امريكا. طيب انا ليتلي اخر شهرين تقريبا شفت ناس كتير جدا مش عارفه ليه بتموف من كاليفورنيا م. يعني يعني بلاقي اوبن هاوسز كتير جدا ويقولوا لك اه اصل احنا وير موفينج تو تكساس او فلوريدا او وات ايفر هل انت حاسس ان الزياده في السوق يعني في بيوت زياده ومع ذلك الاسعار برضو بتطلع هل عندك اي وجهه نظر في الموضوع بصي عدد البيوت المعروضه للبيع حاليا تقريبا قريبه من عدد البيوت اللي كانت بتتباع مثلا في السنه اللي فاتت اول 7 8 شهور تمام أوكي. يعني البيوت اللي موجوده على الماركت احنا كان عندنا شورتج جامد جدا 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 اخر 3 شهور السنه اللي فاتت ما كانش فيه تقريبا بيوت على الماركت يعني ممكن نبص على الرسمة بتاعة أول سلايد كده آه بحيث إنك تبقي شايفة معايا أنا أوكي نشوف بصديق. مع المخرج أول سلايد أوكي ده السلايد الأول وممكن حضرتك آه تقراه لنا تمام أنا ممكن نبص على الموبايل؟ أه طبعا شايف المونيتور يعني. طيب ده بيبين عدد البيوت اللي نازلة على الماركت النيو ليستنجز تمام؟ فهتلاقي لو إحنا بصينا على اليمين كده خالص في الشاشة هتلاقي إنه الانتاير ام ال اس اللي هي كاليفورنيا آه ريجن في مثلا في جون 2021 31000 نيو ليستنجز 31000 بيت نزلوا على الماركت فين؟ لو في كاليفورنيا oh, مش كاليفورنيا ريجن بتاعة الام ال اس اللي هي يعني oh. الـ اللي حوالينا يعني okay. الكاونتيز اللي حوالينا والقريبه شويه 31000 بيت اه تمام؟ oh, okay. السنه اللي فاتت مثلا في نفس الوقت كان في مثلا 27000 تمام؟ mm. هتلاقي انه بدايه مثلا من شهر 8 او 9 السنة اللي فاتت هتلاقي ان المنحنى نزل 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 وصل لحد 17500 بيت بس. بعد كده مع بداية السنة ابتدى يطلع فبدأت الناس تحط بيوتها على الماركت مع بداية السنة. ولكن احنا مش حاسين بده قوي لأن الطلب أعلى بكثير جدا من المعروض. يعني لو شفنا الـ 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 السلايد الثاني. ممكن نشوف السلايد الثاني. هتلاقي هنا الاكتف ليستنجز لو بصينا مثلا زي الوقت ده السنه اللي فاتت هتلاقي آه انه كان في عدد بيوت كتيره معروضه على الماركت حوالي خمسة ستة وخمسين ألف تمام دلوقتي هتلاقي في في الشهر اللي احنا فيه ده هتلاقي مثلا اللي اتعرض بس سوري في الشهر اللي فات حوالي أربعة وثلاثين ألف يعني ايه؟ يعني نسبة البيوت اللي معروضة على الماركت ولسه ما اتباعتش السنة اللي فاتت أكتر من السنه دي رغم ان تقريبا البيوت اللي اتحطت على الماركت تقريبا واحده ولكن البيت ما بيقعدش فالاكتف البيت اللي لسه اكتف اللي لسه ما اتباعش عددهم اقل من السنه اللي فاتت أيوة. لو شفنا بقى السلايد اللي بعديه نشوف السلايد بعد كده ده بتاع الديز اون ماركت هتلاقي انه كل شويه البيوت بتقعد اقل على الماركت لدرجه ان احنا تقريبا يعني معظم البيوت اللي اتحطت في السنه دي اتباعت في اقل من اسبوعين وده طبعا مؤشر كويس جدا للسيلرز ان هم بيقدروا يبيعوا البيت بتاعهم بسرعه. لو دخلنا على السلايد اللي بعديه هتلاقي ان عدد البيوت اللي اتباعت الرسمه دي مبتديه من يناير 2020 لحد النهارده هتلاقي انه في المنحنى يعتبر طالع فرق كبير من بدايه من 21 آه سوري من 2020 لحد النهارده اخر واحد بقى نشوف السلايد اللي بعديه ده اللي يهمنا شويه اكتر هو الميديان او الافريج برايس ده منحنى الاسعار فتتشوفي لو هنقارن ما بين اسعار اول كورتر او او الست شهور في 2021 باول ست شهور السنه اللي فاتت هتشوفي الاسعار عليت قد ايه ممكن نشوف اللي بعديه كمان تقريبا نفس الرسمه ده الافريج برايس يعني احنا دلوقتي بنتكلم في رقم قياسي يعني انه الميديان برايس بتاعنا عالي جدا عن السنه اللي فاتت والافريج برايس بتاع كاليفورنيا زاد حوالي 25 to 30% عن السنه اللي فاتت فالاسعار بتاعت البيوت عاليه جداً. جدا ليه لكذا عامل اول عامل ان الانترست ريت قليله جدا تاني عامل في طلب كبير جدا على البيوت آه، تالت عامل وده برضو اثر قوي في اول السنه ان ما كانش في بيوت كتير على الماركت يعني اول يعني اخر ثلاث شهور من السنه اللي فاتت واول ثلاث شهور من السنه دي حقيقي كان عندنا شورتج جامد جدا في الانفنتوري ناس كتير قوي عايزه تشتري بس قليل قوي اللي معروض فده خلى كل بيت بينزل بيبقى عليه مالتيبل اوفرز لانه مفيش يعني اي سلعه نادره سعرها بيزيد ده طبيعي فكان مم. عندنا ندره في البيوت فده اللي خلى الاسعار طبعا تعلى بالمنظر, بالمنظر الكبير ده, ده. طب هل في اي توقعات مستقبليه انه يزيد تاني او يستقر او يقل شويه يعني هل انا عارفه ان صعب يعني سؤال حدش يعرف يجاوب عليه بس انت احساسك ايه او توقعاتكم مش الاحساس خلينا أوكي. في التوقعات الملموسه تمام أه حاليا أه ما نقدرش نقول انه هيحصل حاجه مؤثره قوي تقدر تخلي الاسعار تنزل يعني لحد دلوقتي الانترست ريت اقل من 3% وده الرنت عمال بيعلى كل شويه فده اي باير قدامه ان هو بيرنت او هيدفع مورجج لو الفرق بينهم بسيط اكيد هيشتري بيت والناس بتحب توسع على نفسها اكيد يعني فطول ما الانترست ريت قليله أنا ما أتوقعش إن الأسعار ممكن تنزل بس أجين محدش يعرف بعد ست شهور بعد سنة في إيه بس توقعي شخصي جدا 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 إنه لسه بدري على ما الأسعار تنزل أو ممكن ترتفع تاني ممكن, ممكن. يعني يوجوالي هي بيبقى في جامب كده مع بداية السنة يعني لو أنت شفتي الأسعار في 2016 هتلاقي آخر كام شهر في 2016 الماركت ريح شوية آخر كام شهر في 2018 نفس الحكاية بس مع دخول السنه الجديده بتلاقي الكيرف طلع تاني 2020 ما حصلش قوي الدروب ده في اخر كام شهر لانه كان حاصل في لما كورونا جت بس مع بدايه 2020 شفنا الكيرف عالي جدا 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 فيوجوالي مع بدايه السنه الاسعار بتعلى لانه في كمان حاجه تانية بتحصل انه اللون ليميتس بتزيد يعني بالمعنى. لو قلنا مثلا انه ليتس مثلا في 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 اورنج كاونتي او في سان برناردينو كاونتي كل كاونتي بقى ليها لون ليميت تمام اه يعني ليك مثلا 200000 ماكسيمم 500 500000 ماكسيمم او مليون ماكسيمم يعني هديكي مثلا اكزامبل مثلا في سان برناردينو ريفر سايد كاونتيز اوكي كان الماكسيمم لون ليميت كان من كام سنه 417000 بعد كده زاد لحد ما بقى 485000 تقريبا بدا يزيد يزيد لحد ما بقى دلوقتي 548000 فده معناه ايه معناه ان انا كواحد عايز اروح اشتري لو انا هاخد اللي هو الكونفورمنج لون ليميت بعد ما كان ليا مثلا ليت سي يعني 517000 بس او 520000 بس لا بقى 548000 فده اداني فلوس اكتر اقدر اخدها من البنك اشتري بيها بيت <تكس> بس فيعني في حاجات كده بتحصل مع بدايه السنه بتشجع آه. البايرز ان هم يشتري لا انا عندي حد من اصحابي عايشه في ريفر سايد كانت هتبيع بيتها تقريبا من خمس شهور ب 550 باعته من 3 ويكس ب 850 واو تلتميت الف في خمس شهور ده كتير يس هي بيت يه. حلو كبير جدا أوكي. جميل أوكي. بس يعني تلتميت الف تقريبا اقل من خمس شهور هو طبعا انا شايف ان دي زياده بس آه اب نورمال شويه يعني uh, ما اعرفش ما اعرفش yes. السيتويشن آه. بتاعها كان عامل ازاي بس ده يعني كتير مش عارفه بس هي يعني هي كانت عرضاه ب 550 yeah. وبعدين ما حطيتهوش يعني هي كسلت هي وجوزها وما ناس كبيره في السن okay. وبعدين لسه من 2 ويكس بتقول لي بعته ب 850 يعني جود فور هير اوف كورس بس يعني <applause> اسعار تخض جدا yeah, yeah. يعني اللي ما اشتراش من ست شهور yeah. اكيد ندمان احنا دماني. بنتكلم في زياده من سنه بالظبط بين 20 تو 30% آه. زياده طبعا ده لا ينطبق على كل البيوت وكل المناطق course, بس طبعا yes. في اماكن زادت 10% 15% 20% بس طبعا طبعا في زياده ملحوظه جدا في اسعار البيوت مع okay. بدايه السنه دي. طيب في حد بقى يقول لك لا البيوت زادت وانا كنت هشتري وما اشتريتش طب استنى بقى هل انت تنصح تنصح بالانتظار ولا اكت رايت اواي لان انت ما تعرفش بكره هيحصل ايه؟ ما برضو انا لو نصحت دولتي وقلت لا لازم تشتري دلوقتي ومثلا حصل بعد سنه حصل حاجه كلنا مش شايفينها أوه. والاسعار نزلت يبقى دي نصيحه مش كويسه أي. او العكس انا أو ممكن العرب. اقول له آه بالظبط حته ان انا استنى يمكن الاسعار تنزل في ناس قاعده مستنيه من 2012 تمام انه بقى لهم اولموست 10 بعد سنين بعد 2008 اللي ما اشتراش ندمان <applause> انه انه استنى الاسعار تنزل وما بتنزلش استنى الاسعار تنزل وما بتنزلش ما هو لازم انا لو هقول او هنصح استنى الاسعار هتنزل لازم يبقى عندي آه عوامل بتقول كده يعني الاسعار هتنزل علشان 1 2 3 الاسعار هتزيد علشان 1 2 3 اللي احنا شايفينه دلوقتي ان لسه الطلب عالي جدا ممكن يقل شويه او يهدى شويه في الكام شهر اللي جايين مع دخول المدارس مع ان في ناس كتير معرفتش تشتري فقالت آه. هاجر سنه لحد ما اشوف ظروفي لحد ما احوش مور داون بيمنت بس انا توقعي انه مع بدايه السنه الجديده احتمال الاكبر انه برضو الاسعار مش هتنزل يعني ده في توقع بس اجين محدش يقدر يجزم ايه اللي هيحصل بعد شهر او بعد سنه من النهارده طيب ممتاز جدا طيب حضرتك اتكلمت على الرنت وده يعني كويشن مارك كبير الناس بتقول طب ما انا بدل ما احط فلوسي في المورجج م. اخليني في الرنت وفي ناس تقول لا الرنت دي فلوس بتترمى في, في الارض لا انا اروح احسن اشتري بيت فممكن تشرح لنا الحته دي بوضوح اكتر ليه مهم ان انا اشتري وما احطش فلوسي في الرنت اوكي لو قلنا برضو من خمس سنين فاتوا في اتنين كانوا مأجرين شقتين قصاد بعض ممتاز تمام أوه في واحد لسه مأجر لحد النهارده والثاني اشترى من خمس سنين حلو اشترى بيت تاني بقى اشترى بيت اه تمام فليتسي مثلا اللي كان بيأجر من خمس سنين كان بيدفع 2000 دولار حلو دلوقتي هيدفع كام لو قلنا بس الراجل أربعة زود يعني أو اه مثلا يعني لو قلنا بس أه دلوقتي اللي كان هيزود 5% بس بقى أربعة يعني أه أه مثلا هنقول ثلاثة تمام اوكي الشخص الثاني اللي اشترى دفع من اول يوم الثلاثه لانه ممكن يكون المورجج اعلى, أعلى شويه شوي. حلو النهارده اللي اشترى من خمس سنين هنقول البيت بتاعه زاد كام في الميه نقول 30 او اكتر لو بس من السنه اللي فاتت زاد 25 وعشرين هنقول زاد أكتر. أربعين في الميه تمام فتخيلي انه الشخص ده النهارده لسه بيدفع نفس ال 3000 بس المستاجر هل السنه اللي جايه واللي بعدها واللي بعدها هيفضل هيفضل يدفع نفس ال 3000 لا هيبقوا 300 هيبقوا 3200 هيبقوا 3500 وهكذا لان الرنت كل سنه الطبيعي ان هو بيزيد حتى لو في ريستريكشنز حتى لو هيزيد 10% بس بس ستيل دي زياده لان 3000 10% يعني 300 دولار كل سنه يس ده حقيقي لو ده لو 10% بس تمام الشخص الثاني طول ال 30 سنه اللي جايين المورجج مش هيزيد عن ال3% او لو زاد زاد بيقفر. حاجه بسيطه اه أو اوكي تمام لكن الايكويتي اللي عنده لو هو كان اشترى البيت ب500000 وقلنا بس ان هو زاد آه 20% تمام which is طبعا مش حقيقي يبقى الراجل ده عمل ايكويتي قد ايه لو زاد 30% لو زاد 40% يعني الفلوس في اللي دفعها رجعت له ثاني واكتر يعني لو هو باع النهارده بيت كان اشتراه من ب500000 هيبيعه مثلا ب700000 طب وخمسين ألف لو هو في اريا كويسه مه. فهو طلع بس يعني فرق سعر 250 مه. غير ان هو كل شهر في جزء من المورجج بيروح للاصل المبلغ بتاعه للبرنسيبال لكن الرنت ال 2000 دولار او ال 3000 دولار كلهم طايرين مفيش حاجه بترجع لي انا كمستاجر كلهم رايحين لللاندلورد او للمورجج بتاع اللاندلورد لكن انا لما بشتري بيت غير ان انا العقار بتاعي سعره بيزيد كل سنه والمورجج بتاعي ثابت لكن انا من المورجج ده في جزء منه بيروح لاصل المبلغ بتاعي ده علشان كده بعد 30 سنه انا هقدر ابيع البيت واتبر بقى بمليون ولا حاجه وهيكون مش عليا اي فلوس <applause> تاني ادفعها للبنك ده حقيقي فدايما الرنت طبعا مش حلو ولكن انك تشتري وتون هاوس ده كويس ليك ولمستقبلك وانفستمنت طبعا اجين طبعا مش بحب اعمم طبعا كل واحد بيبقى ليه ظروفه في اللي بيقدر يشتري في اللي ما بيقدرش يشتري بس بتكلم على الشخص اللي يقدر يشتري يعني هو يقدر يحكم ايه هيفيده اكتر اوكي طيب ايه مقومات بقى المكان اللي انا اخده واحس ان هو سيف وامن وممكن يعلي سعره بعد كده يعني قول لي لما اجي ادور على بيت انا بدور على ايه؟ كل حد طبعا كاستم أيه ميد على نفسه لكن يعني حاول تس يعني نساعد الناس هم يدوروا على ايه وايه الشروط وايه التريكات وايه الاسرار والحاجات دي تمام في اساسيات يعني ايوه الاساسيات آه طبعا يفضل جدا السيفتي بتاعت المنطقه يعني ما يكونش منطقه فيها كرايم ريت عالي ده مهم قوي لانه في الاخر انت رايحه تسكني في بيت لو انت مش حاسه بالامان حتى لو انت ساكنه في قصر بس مش حاسه بالامان في الاريا اللي انت ساكنه فيها في جرائم كتيره بتحصل اكيد مش تبقى مطمنه عليكي او على اسرتك او على اولادك الحاجه الثانيه برضو اللي بتفرق في البيوت السكور ريت يعني لو حد عنده اولاد بيبقى حابب ان هو يدخلهم مدارس الريت بتاعها كويس فدي برضو حاجه من الحاجات الكريتيريا المهمه بالنسبه للناس ودي آه حاجات بنقدر نشوفها أونلاين آه آه لاين عشان نقول للناس ازاي تقدروا تشوفوها يا yeah, يا yeah. دي معروفه قوي السكور ريتنج ده سهل قوي انك تقدري تشوفيه والكرايم ريت برضو في الوت اوف ريسورسز بنقدر نرجع لها وناخد منها الكرايم ريت يعني في ويب سايتس كمان بتقول لك نوعيه الجريمه يعني يقول لك الجرايم المنتشره هنا شكلها هعمل ازاي آه حاجه كمان اللوكيشن نفسه هل الاريا دي الاسعار فيها بتزيد بشكل ملحوظ بشكل كبير ولا البيت ما زادش كتير، برضو سهل آه. انك تعرفي افريج آه. برايس او الميديان برايس بتاع الاريا دي كان كام من خمس سنين والنهارده كام؟ فلو لقيت ان الاسعار زادت معنى كده ان الاريا دي في بوتنشال ان هي اسعارها تزيد. في سيتيز آه كتيره قوي قوي ما كانتش فيري آه اكسبنسيف، دلوقتي غاليه جدا. ليه؟ لانه الاريا دي حصل عليها طلب عالي سيف مدارس كويسه فيها شوبينج سنترز مثلا جديده فيها كل الحاجات اللي انت محتاجاها فحصل عليها طلب كتير فاصبحت الزياده فيها ثابته وبنسبه كبيره اوكي حلو قوي يعني الـ دي الاساسيات طب لما يجي حد لحضرتك ويقول لك انا بدور على بيت ايه البروسيس بقى يعني اول مكالمه بتجيلك كده بتقول له ايه هات لي معاك واحد اتنين تلاته وتدور على البيت ازاي؟ أوكي أول حاجة بنعملها إن إحنا بنميك أن أبوينتمنت ونتقابل مع بعض سواء زوم ميتنج سواء إحنا فيس تو فيس وهكذا تمام علشان أعرف هو بيدور على إيه أو هو محتاج إيه تمام آه ده بالنسبة للريل إستيت في حد أو في خط تاني شغال معايا هو اللون تمام أول خطوة الشخص ده محتاج إنه يعملها بعد ما إحنا بنقعد مع بعض نتكلم أفهم هو محتاج إيه هي هاز تو كونتاكت اللندر علشان ياخد اللون ابروفل yeah. يعرف هو يقدر يشتري بيت بكام بالظبط وهيدفع كام في الشهر يعني حتى لو هو كواليفايد لمليون دولار بس مش عايز يدفع اكتر من 4000 تمام فخلاص هنبقى عارفين ان هو هندور اب تو 7000 700000 800000 وهكذا right. لما بنقعد مع بعض بقى بنشوف المبلغ ده يجيب لنا ايه لازم نعرف معانا كامل او طب ذاتس فيري نايس يس بنقعد مع بعض بفهم انه هو ايه اولوياته هل المدارس اهم حاجه هل السبيس اهم حاجه هل الاريا محتاج لازم يكون في السي دي آه بعرف اولوياته ايه واهدافه ايه وهو عايز ايه وعايز يافويد ايه يعني بنعرف كده بنسميها النيدز اند وانتس تمام وبندردش مع بعض في كل حاجه ولازم هو كمان غير انه هو يقول لي هو عايز ايه لازم يفهم الماركت شكله عامل ازاي لازم يعرف ايه ليه الاسعار بتاعنا طب احنا ايه التشالنجز اللي ممكن تقابلنا في الطريق وازاي نقدر نتغلب عليها فبتبقى زي ما تقولي كده دردشه علشان نبدا ننزل للمرحله اللي بعدها ان احنا بننزل نشوف بيوت And how patient you are. <تصفيق> <تصفيق> انا ما <معرفش. تصفيق> يعني لا اي ثينك بيشنت اصل ده بيج ستيب يعني في حياه الناس انا yeah. عارفه دايما بتابعك على الفيسبوك وقد ايه انت انسان ناجح وبتبيع يعني كل اسبوع بشوف بيتين او حاجه متباعين يعني لو انا صح امين يعني لو كل آه. لا يعني اقل من كده طبعا يعني, يعني. ربنا يبع خليهم بيتين وثلاثه يا سيدي كل اسبوع <applause> أمين. فيعني معناها ان انت يعني لطيف مع الناس وبتريحهم زي ما انا قلت في الاول يعني بس يعني ممكن يقولك ويروحوا امتى لغايه يعني يعني لو انا هاجي لك النهارده ممكن اشتري بيت امتى لو انا مش يعني مش مريحه قوي ومش متعبه قوي لو انا يعني افريج الكاستمرز يعني انا بشكر ربنا ان كل الكلاينتس بتوعي مو مو يعني مريحين وكويسين <applause> دلوقتي اه لا لا نشكر <applause> ربنا يعني ام سو بليسد يعني بص آه آه ملهاش قاعده يعني في كلاينتس آه قعدت سنه على ما اشتريت يعني قعدنا سنه مثلا بدأنا في يناير اشتروا في 12 تمام وفي كلاينتس نزلنا مره واحده لقيوا البيت اللي هم عايزينه فتحنا اسكرو اند ووردن قاعده قوي آه البروسيس بتاخد وقت قد ايه يعني هقولك على مثال مثلا أوكي. لو حد ابروفد آه انه يقدر يشتري بيت بمليون دولار حلو وعايز يشتري بيت في اريا الافريج فيها 500 الف تمام أوكي. فطبيعي هيلاقي الطلب بتاعه ده حقيقي. لكن العكس لو انا مثلا امكانياتي, 450 والافريج مم. 500 فطبيعي المعروض في الاريا دي في امكانياتي قليل مش كتير ده حقيقي. وهكذا وفي نفس الوقت برضو بترجع ل اه اه الكلاينت محتاج ايه يعني مثلا في كلاينتس لازم بول تمام ولازم يكون في المدرسه الفلانيه ولازم يكون في الثلاث اربع شوارع دول فطبيعي ناخد وقت وتكون واقف ان ده, ده اساسي يعني فطبيعي دي بتاخد وقت أكتر شويه آه. غير لو حد مثلا ما <applause> عندوش يعني. الحاجات اللي, اللي هي م. محدده جدا هو عايزها فبتختلف ففي ناس بتقعد شهر في ناس بتقعد سته في ناس بتقعد سنه آه بس يعني نو بوشنج نو rushing خالص براحتهم لان القرار مش سهل انت بتشتري بيت طويل هتقعدي فيه حمد. وقت كتير وفي نفس الوقت بتحطي فيه فلوس كتيره فيو هاف تو ميك شور sure انه الديسيجن مظبوط وان هو ده البيت اللي, اللي كل ده الاسره مرتاحه ده حقيقي ده حقيقي طب من ساعه الاسكرو بقى انت قلت لي ماشي انا قلت لك بص انا عاجبني البيت ده عايز اشتري البيت ده بصيت لي عليه طب يلا نعمل اوفر صح لو أو بتعملوا اوفر وبعد كده تعملوا ايه ب... ايه الفرق بين الاوفر والاسكرو وبياخدوا قد ايه الحاجتين دول تمام let's say النهارده في بيت عجب الكلاينت بتاعي، مه. تمام؟ وعملت الماركت اناليسز علشان اشوف البيت ده يسوى كام على الماركت وشفت تقريبا الماركت كونديشن اخبارها ايه وبعتنا اوفر والأوفر اتقبل، تمام؟ وانس ان الاوفر اتقبل وبقى في اجريمنت او عقد ما بين الباير والسلر بنفتح اسكو، تمام؟ سيم داي او نيكست داي الوقت من ساعه ما بنفتح اسكرو لحد ما بنستلم المفتاح ده مش وقت محدد بالقانون ممكن يبقى 20 يوم ممكن يبقى 30 يوم ممكن يبقى 40 يوم ولكن الافرج بيبقى 30 يوم تمام okay. في ليندرز في بنوك بتقدر تقفل اللون في 17 يوم في 20 يوم oh, فخلاص لو البيت فاضي والسيلر مش محتاج 30 يوم انه يموف والباير ما عندوش مشكله عايز يقفل سونر بيتر ذان ليتر ممكن بنقفل في 20 يوم خمسة 25 يوم براحتنا لو الانسب للباير والسيلر 30 يوم بنخليها 30 يوم الانسب 40 يوم بنخليها 40 يوم فدي بتبقى حته او يعني حاجه بتبقى نيجوشيبل او بالاتفاق ما بين الباير والسيلر معظم السيلرز بتفضل فاست كلوزنج لو هو مش ساكن في البيت بياخد فلوسه اسرع بيبقى مطمن اكتر انه مش هيقعد 30 يوم على ما يبيع البيت وهكذا اه أو فهمتك اوكي يعني ديبيندز كل حاجه yes. اه أو اوكي طيب ايه اكتر بقى نصيحه لما حد يجي يقول لك بقى نتكلم شويه على بيع البيت اوكي ايه بقى اكتر حاجه بتحاول تساعد الناس بيها عشان يبيعوا بيتهم باغلى سعر ايه اللي انا اعمله علشان اخلي بيتي اتراكتيف اوكي ده مهم بقى ده مهم سبيشال في الماركت اللي احنا فيه ده انه ده ماركت هايل للسيلرز yes. اوكي في كذا حاجه لازم السيلر يعملها او يجهزها قبل ما يبيع بيته قبل ما يحط البيت بتاعه على الماركت انا بشوفها ان هي ثلاث مراحل المرحله الاولانيه ما قبل ان احنا نحطه على الماركت المرحله التانية بتاعه ان احنا حطينا البيت على الماركت وعندنا اوفرز المرحله التالتة بتاعه الاسكو ان احنا خلاص وي اكسبتد اوفر وهنبتدي بقى خلاص في المراحل الاخيره أول حاجة قبل ما نحط البيت على الماركت لازم أي حاجة نقدر نحسن بيها البيت نعملها إذا كان في الإمكان يعني مثلا لو انا البيت بتاعي الكاربت ستيند وقديمه ومتبهدله لو في امكانيه ان انا اجددها اغيرها يبقى كويس لو في امكانيه ان انا ادهن البيت يبقى كويس حسب امكانيات السيلر وفي أما يعني في كمبانيز كتيره بتعمل حاجه حلوه قوي انه ما بياخدش فلوسه غير بعد ما انت تبيع البيت يعني يجي يعمل الشغل وبناء على ال... الاتفاق ان هو ياخد فلوسه بعد ما البيت يتباع فالسيلر مش بيدفع حاجه من جيبه اب فراند لما طبعًا. البيت يتباع ابتدي اسدد لده فلوسه وده فلوسه وده فلوسه تمام دي حاجه هايله جدا طبعًا. فكل ما حسنا البيت كل ما البيت يتباع بسعر اعلى لانه الباير بيشتري الى حد كبير بمشاعره يعني لو البيت مساحته كويسه وفي كل الطلبات اللي انا عايزها كباير بس محتاج شغل كتير مني وانا مش عارف كونتراكتورز او مش عارف او ما عنديش وقت او مجهود ان انا اوضب فهقول لا خلاص بلاش اشتري البيت ده خليني اشتري بيت متوضب اوريدي اللي هما بيسموه كي فلو خليت البيت بتاعي كسلر كبايع كي ان الباير اللي جاي يتفرج مش هيحط اي فلوس في الريموديلنج طبعا هقدر ابيع البيت باعلى سعر دي نمره واحد أوكي. نمره اتنين لازم اتفق مع الريل استيت ايجنت بتاعي السعر اللي هنحطه كام لازم احط البيت بسعر مناسب يعني مثلا لو شفت اغلى بيت متباع زي البيت بتاعي نفس السكوير فوتج نفس الاريا اتباع الشهر اللي فات ليتس اتباع ب 700000 ما ينفعش انا احطه ب ألف ليه لانه مش هيتباع لانه اعلى بيت اتباع زي البيت بتاعي بالظبط ب ألف ايه اللي هيخلي الباير يدفع ألف زياده مفيش فلازم نحطه بسعر كويس لازم الباير سوري لازم السيلر والاجنت يبقوا محددين السعر المناسب للبيت يعني بنشوف ناس كتيره قوي بنشوف سيلرز كتيره بتحط البيت بتاعها اقل شويه من الماركت ايوه ده فايه اللي يحصل يجيله له مالتيبل اوفرز فيبتدي يعمل زي مزاد ها مين يزود مين يزود فتلاقي ده زود وده زود وده زود وفي الاخر بيبيع البيت بتاعه اعلى شويه من الماركت تمام فدول تقريبا اهم حاجتين نمره واحد البيت توضب بافضل صوره ممكنه. طبعا في حاجه اسمها ستيدجنج دي برده اكسترا كوست بس برده بتفرق قوي اللي هي الفرنتشر بالظبط اه يعني لو البيت فاضي آه مش بيبقى از اتراكتيف از لو انا حاطط فرنتشر آه كويس اللي هو الستيدجنج كويس ديكورات بقى وملابس ويحط يعمل الحاجات اه أوه. فدي بتخلي شكل البيت حلو آه لان اجين الباير اول ما بيخش البيت بيحس انه ده الله يعني البيت ده شكله جميل. آه فكل ما كان البيت في احسن صوره كل ما انا عرفت ابيعه باعلى سعر. ولما البيت يتحط على الماركت بسعر كويس بسعر منافس هقدر يجي لي مالتيبل اوفرز وهقدر اخد احسن اوفر فيهم وابيع برضه باعلى سعر. يبقى دي ما قبل ان انا بحطيت البيت على الماركت. طيب حطيت البيت على الماركت وعملت شوينج وجالي اكتر من باير عايزين يشتروا البيت ده دي افضل حاجه ان انا يجي اكتر من اوفر ليه ممكن آه معلش انا آه. ممكن فبارد. اعرف الاوفرز بتجيلك ازاي بيكلموك بيقولوا لك انا معايا لون بكذا او اللي انا عايز اشتري البيت بكذا اوكي هقول لك طيب انك بتدينا درس لا 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 لا, 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 لا خالص خالص اوكي بصي اوكي ليتس سي حطينا البيت ب الف دولار اه حلو وده let's سي ذا افريج برايس مش اعلى سعر ولا اقل سعر تمام جميل جه 20 واحد يتفرجوا على البيت يعني انا دلوقتي حطيت البيت على الماركت م -م. في بايرز بيكلموني او لو باير مع الايجنت بتاعه الايجنت بتاعه بيكلمني انا عايز اجي اتفرج على البيت ده عندي باير interested والبيت ده مناسب للباير بتاعي بيدور فيه أيوه. تمام تمام اوكي Uh, your buyer is approved واخد اللون بتاعه اه ابروفد بطمن انه الشخص اللي هيجي يتفرج على البيت بتاعي او بتاع السيلر بتاعي ابروفد يعني لو انا حاطه ب 700000 والباير اونلي كواليفايد ل 600000 مفيش داعي ان هو يجي يتفرج على البيت مظبوط ميكسنس <applause> فانا بتاكد في الاول ان الشخص ده حقيقي كواليفايد او سيريس او على الاقل ابروفد ان هو يقدر يشتري البيت بالسعر اللي احنا حاطينه بيه بيجي يتفرج عليه ليتس سي 20 واحد عملوا كده منهم 10 عجبهم البيت و10 ما عجبهمش ال10 دول بعتوا كل واحد فيهم بعت اوفر على البيت في واحد بعت 690 تاني بعت 700 تاني بعت 720 تالت بعت 750 أيه. تمام ده اللي بيحصل حقيقي بس ده اللي بيحصل تعرف اوكي تمام لو البيت محطوط بسعر كويس مم. ليه بقى لانه الايجنت بتاع الباير لو هو اكسبيرينسد enough قبل ما هيبعت لي الاوفر هيبص يا ترى الماركت فاليو بتاعت البيت ده كام فهيشير المعلومه دي مع الباير بتاعه بص البيت ده اخوه بالظبط متباع ب 750 البيت ده اخوه بالظبط متباع من 6 شهور ب 720 والماركت عالي عن 6 شهور فاتت فهيشرح للباير بتاعه الفير ماركت فاليو بتاعتي بتاعه البيت اللي انا بحطه على الماركت فبيجي لي ليتس سي مالتيبل اوفرز جميل لكن لو انا حاطه مثلا ب 750 اكيد مش هيجي لي 800 هتلاقي برضو ان الاوفرز مش هتعدي الحته دي اني anyway, فانا بيجي لي 5 اوفرز 10 اوفرز بعمل حاجتين مهمين قوي اول حاجه لازم اتاكد انه البايرز دي كلها اللون بتاعها هيقفل يعني مش هنفتح اسكرو مع الباير ده وبعد كده البنك بتاعه يقول لي معلش احنا اسفين البنك مش موافق على, على اللون. اللون بتاع الباير بتاعي فبنعمل حاجه اسمها كروس كواليفيكيشن. بخلي لندر من اللندرز اللي بيساعدوا البايرز بتوعي او الليندر اللي انا عارفهم او اللون اوفيسرز اللي انا بشتغل معاهم يعمل حاجه اسمها كروس كواليفيكيشن. بيتكلم مع الليندر بتاع الباير علشان يتاكد ان الشخص ده فعلا هيقدر ياخد قرض من بالنسبة. البنك ومش هنفتح اسكرو وبعد كده نفول اوت اوف اسكرو علشان البنك رفض يدي اللون تمام مم. فدي اول حاجه بنعمل كروس كواليفيكيشن تاني حاجه بقعد مع بعد ما الاقي انه اوكي الفايف ال بايرز دول كواليفايد وابروفد بعد مع السيلر اقول له احنا عندنا فايف اوفرز الاوفر ده بيقول واحد اتنين تلاته اربعه الاوفر ده بيقول واحد اتنين تلاته اربعه ده يحط داون بيمنت ميت الف ده يحط داون بيمنت ميتين الف ده هيقفل في 20 يوم ده هيقفل في 30 يوم ده شايل الابريزل كونتنجنسي مثلا مش غاليه يعني مش غاليه يعني الابريزل كونتنجنسي دي دلوقتي الابريزل هي مش غاليه ان يعني هو بيجي اللي بيشوف البيت اللي هو صح؟ بيجي يقيم البيت أه. تمام المهم بقعد انا والسيلر نشوف أه. ايه احسن اوفر في الخمسه يعني. دول أوكي. تمام وممكن نعمل حاجه كم يعني بيبقى السيلر قدامه اختيارين اللي اختار الاول او اكشولي ثلاثة اختيارات انه يقول اوكي انا هقبل الاوفر ده ده احسن اوفر انا مش عايز حاجه تاني انا الاوفر ده ايديال بالنسبه لي فبيختار الاوفر ده تمام انت بتشرح له طبعا كل اوفر ايه عواقبه أو وايه مميزاته طبعا أو تمام مميزات. اوكي الحاجه الثانيه انه بنعمل حاجه اسمها سيلر مالتيبل كاونتر اوفر ليتس سي احنا جينا 700 و710 و720 و730 تمام اوكي بشوف التوب اوفرز اللي عندي بعد ما اتاكدت ان اللون كويس مع الاوفرز دي من خلال الليندر بتاعي مش انا شخصيا آه وبنبعت لهم ليت سي سبميت يور هايست اند بيست كانه مزاد فممكن اللي بعت 720 يبعت 740. اه يعني انت بقى بتعمل زي كاونتر اوفر كده بس بالزارة. مفتوح من غير شروط. من غير شروط. اه تمام آه انا بكلمك دي مش دلوقتي. مش حاجه اساسيه دي حاجه آه. من ضمن حاجات من كتير قوي نقدر نعملها. انا بتكلم من وجهه نظري ايه الحاجات اللي ممكن تخلي السيلر ينت او ياخد أحسن. أعلى اوفر او أعلى أحسن, احسن اوفر او يبيع البيت بتاعه باعلى سعر والسعر بس مش هو ده يعني مش هو ده الحاجه الوحيده اللي بنبص فيها السعر والترمز يعني على سبيل المثال في حاجه اسمها أبريزل كونتنجنسي دي يعني ايه؟ يعني دلوقتي الاوفر بيقول يا سيلر انا هشتري البيت بتاعك ب ألف بس البنك بتاعي هيبعت واحد اسمه ابريزر شغلته يقيم البيت ولو البيت ما يسواش ال 700000 او ال 750000 هنيجوشيت بقى ماشي تمام؟ هل ده احسن ولا لو واحد بعت لي بيقول لي حتى لو الابريزل جه آه. اقل انا هشتري البيت بتاعك بالسعر ده؟ اه لا ده احسن طبعا ده احسن ده يريح اه بالظبط فكل الحاجات دي بشرحها للسيلر وبنكونتر ذيم باك باحسن باعلى سعر والترمز اللي احنا حاطينها في ناس بتوافق في ناس ما بتوافقش بناخد الناس اللي وافقت وبدسكاس ب... الكلام ده مع السيلر علشان نتاكد انه الاوفر ده احسن اوفر جالنا في الوقت الحالي حمال. وبنفتح اسكرو بقى وانس ان احنا قبلنا خلاص بنفتح اسكرو بنقعد 30 يوم 20 يوم آه دي فتره الاسكرو وبعد كده البيت بيتباع اهم حاجه بعد ما بنحط البيت على الماركت أيوة. ان احنا نفلتر الاوفرز دي كويس جدا 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 تشوف الايجنت اللي هيشتغل معاه ده نعم دراسه لكل yes. اوفر يعني ده آه. الشغل الاهم انه اتاكد انه الاوفر اللي جاي لي لان لما السيلر هيمضي عليه اتس بايندنج اجريمنت خلاص ما السيلر ما يقدرش يرجع في كلامه غير لو الباير ديفولت فلازم اتاكد ان الكونتنجنسيز مظبوطه لازم تمام. اتاكد انه الفلوس في البنك اكاونت بتاعه لازم اتاكد ان اللون بتاعه سوليد واحط زي ما تقولي كده ايه الطلبات بتاعه السيلر بتاعي و... واخلي الباير يوافق على طلبات السيلر بتاعي اللي هي على... ايه آه السعر ده اهم حاجه أوه. والترمز انه ليت سي مثلا لو حد جاي لي قال لي انا عايز باير مثلا بعت اوفر انه عايز 20 يوم يعمل فيهم الانسبكشن وخلال ال 20 يوم دول لو هو غير رايه في اي وقت خلاص هي كان كانسل الاجريمنت وياخد الديبوزيت بتاعه باك انا هنصح السيلر بتاعي انه 20 يوم ده كتير قوي الانسبكشنز عامه بتاخد 7 تو 8 10 دايز تمام أوكي. فهقول للباير لا احنا مش موافقين على انك تاخد 20 يوم تعمل فيهم الانسبكشنز بتاعتك هنعوز 10 ايام بس انا بدي بس امثله يعني ايوه أوكي. فانا بحاول ع... ع... بقدر المستطاع اني اخلي العقد اللي السيلر بتاعي هيمضي عليه افضل ما يكون يعني بنقعد ننيجوشيت نيجوش... التيرمز لحد ما نوصل لافضل حاجه ممكنه للسيلر زي انا بقى لو الناحيه التانية لو انا معايا باير ومعايا وب... ب... باير وبيشتري بيت بحاول ان الاوفر او الكونتراكت اللي هنمضي عليه يكون افضل ما يكون للباير مزموط. هذه الكور بتاع الشغل بتاعنا يعني هي دي مصلحه أهم العميل وانه يكون مبسوط وانه يكون سيف وانه يكون الشروط متناسبه مع امكانياته مع ظروفه بالظبط انت تبقى ظهره بقى في ال ده اللي بيحصل لانه مهم قوي <applause> <هو> ان <applause> السيلر والباير يبقوا فاهمين العقد اللي مكتوب ده فيه ايه؟ وايه واجباتي وايه حقوقي؟ ده مهم قوي. أيوة. لانه الباير عنده كذا اوبشن انه يكنسل الاجريمنت وياخد الديبوزيت بتاعه باك عادي ده ده العقد بيضمنهوله تمام؟ لكن السيلر وانس ان هو مضى وانس ان هو فتح اسكرو ما عندوش اجزت انه يكنسل غير لو الباير هو اللي كانسل آه ديفولتس يعني اتاخر في انه يشيل الكونتنجنس بتاعته اتاخر في انه يحط الديبوزيت بتاعه حاجات زي كده، طبعا في ظروف استثنائيه يعني لو حد مات، لو حصل حاجه في البيت طبعا صحيح. دي ظروف استثنائيه ممكن تخلي العقد مهم. او السيلر ي... والباير يكنسلو ب... بالتراضي طيب ده يعني انت فعلا صبور وممتاز جدا ويعني انا انصح اي حد بيشتري بيت يقدر يتعامل معاك، ممكن اعرف المناطق اللي انت بتخدم فيها ايه؟ أنا عارفة إنها كاليفورنيا كلها. ياه yeah. بصي أنا آه كان ليا برضو الشرف إن أنا أشتغل أول حياتي خالص مع انفستور. أيوه. فالانفستور ده كان بيشتغل في كل كاليفورنيا. يعني من أول مثلاً هيمت وسان هاسينتو والحتت البعيدة خالص دي لحد مثلاً كالاباسس وفنتورا آه. ونيوبورت والحتت دي. فاشتغلت اشتغلت ب ب يعني. مع الشخص ده فعرفت مناطق كتير قوي وبعدها البزنس البيزنس بتاعي كله كل الكلاينتس بتوعي رفرلز اه فانا مش مركز في منطقه واحده فانا اشتغلت تقريبا في كل الاماكن يعني اشتغلت في سان برناردينو كاونتي اللي هي رانشو فونتانا اه سان برناردينو اه تشينو هيلز تشينو اونتاريو كل السيتيز دي اشتغلت فيها اشتغلت في ريفر سايد كاونتي كتير كورونا ايست فيل مورينو فالي دي اشتغلت في اورانج كاونتي كتير، انا هايم، نيو بورت بيتش، آه، ميشن فييهو، لاديرا آه، رانش، آه، آه، ما ما في انا قلت هانتون بيتش ولا لا، ما ينفعش ابقى هانتون بيتش، موجودة هانتون بيتش، وهكذا. واشتغلت في ايه؟ يعني سانتا كلاريتا، آه، اشتغلت في فالنسيا، لوس انجلوس نفسها، آه، نوروك، فاشتغلت في سيتيز كتير قوي مالهاش أي علاقة ببعض. وتعلمت آه. بقى كل مرة بتتعلم حاجة جديدة آه. عن كل سيتي. بص البروسيس واحدة. يعني النيجوشيشنز واحده العقد واحد آه انا آه سهل ان انا اعرف اقيم البيت ده يسوى كام في اي اريا يعني دي مش محتاجه ان انا اكون اشتغلت في المكان ده قبل كده يعني لو انا في سيتي ما اشتغلتش فيها سان دييغو مثلا يعني انا لسه بيع بيت في كارلس باد آه سوري آه اوشن سايد اوشن سايد تمام هم بيسموها سان دييغو مش يعني اه يعني الناحيه دي تمام آه. آه. فانا كنت عارف بالظبط البيت ده ثمنه كام والابريزل لما جه في, مم. في نفس في نفس الرينج فسهل ان اي ايجنت عنده اكسبيرينس كويسه يقدر يقيم الماركت فاليو بتاعت البيت ده كام فمش محتاج قوي ان انا اكون عايش هناك او ساكن هناك علشان اعرف اقيم البيت ده يسوى كام فعشان كده قدرت اساعد بايرز كتير في سيتيز كتيره مختلف لان البروسيس واحده هنقيم البيت هنعرف الفير ماركت فاليو بتاعت البيت ده كام؟ آه وبعد كده كل العقد آه سواء بقى هنشتري هنا هنشتري هنا هنشتري هنا البروسس واحده يس yes. طيب ممتاز يعني تقدر تساعد اي حد في اي كاونتي آه في كاليفورنيا يس yes. مدام في كاليفورنيا آه <applause> <تانع> انا في اي ثينك ابعد ابعد اريا آه كانت سيتي اسمها ليفرمور آه دي آه. ناحيه سان هوزي وساكرامنتو آه دي يعني. بعيده يعني آه فهي اوشن <applause> سايد يعني بس طبعا التانية ابعد بكتير طبعا طيب دايما ربنا يرزقك ويعني يفتحها في وشك زي ما بيقولوا <applause> <applause> طيب آه لما طبعا ان انا اشتري بيت دي بتبقى حاجه زي ما انت قلت مشاعر والواحد بيبقى شويه بشوف الناس ستريس على فرح على حاجات فبتلاقيهم متاثرين جدا yes. فلما مثلا تدخل تشوف البيت لاول مره مع الكلاينت بتاعك ومثلا شبطوا فيه مم. وانت شايف ان في حاجه آه مش مظبوطه، هل انت بتقول لهم دي كده دي كده؟ بتنصح بايه يعني لو انا لقيت دخلت لقيت مثلا حاجه معينه في البيت ابعد عن البيت ده رايت وي. طبعا يعني مثلا ليتس لو البيت لازق في الفري واي وفي نويز فظيعه تمام؟ آه لازم انبه الباير باي ذا واي في فري واي نويز. آه في ناس ما بتفرقش معاها يقول لك لا مش مشكله آم اوكي بس لازم اقول له انه في فري واي نويز خلي بالك ده برضو لما تيجي تبيعه مش كل الناس هتحب او هتستحمل دوشه الفري واي مثلا لو في آه وراه مثلا آه عارفه الدرينج بتاع الميه ساعات بيعمل مثلا ريحه مش كويس خلي بالك وراك آه. في كذا وبيجيب حشرات كمان اه تمام أيه. آه بس فلو في اي حاجه يعني حتى لو البيت حلو كويس لازم اقول آه الملاحظات بتاعتي على البيت ده ساعات كتيره جدا 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 بيبقى عندي كلاينت ويقول انا عايز ابعت اوفر على البيت ده والبيت ده عاجبني اقول له اه بس خلي بالك وراك في كذا جنبك في كذا آه لا بلاش البيت آه ده ده علشان في ال... كذا تمام ففي بيوت بيبقى فيها شويه يعني اللوكيشن ده اهم حاجه في البيت تايمز اللوكيشن مش بيبقى كويس يعني انت يعني تبص على اللوكيشن اكتر آه. من اللي جوه البيت اه uh, يس yes. لانه جوه البيت اي حاجه تقدر تعدليها في الفيوتشر يعني تقدري تعملي ريموديلنج للبيت تغيري مطبخ تغيري uh, ده حقيقي. اي حاجه لكن اللوكيشن ده مش هتعرف تغيره اه يعني دام قعدت هنا فخلاص انت هتتعامل مع اللوكيشن ده فور لونج تايم فبس آه لازم الكلاينت يبقى اوير بالحلو والوحش في كل بيت طيب ممتاز جدا احنا بنشكرك على كل النصايح دي انا بشوف بقى صور كتير ليك وانت معاك جوائز فمش عارفه هي موجوده في الكنترول روم ولا لا بس ممكن تقول لي ايه الجوائز اللي كل شويه يعني اهي حاجات موجوده أوكي. اه اوكي تجيب يعني بشكل عام يعني بصي ده آه. كان آه. السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها ثلاث سنين آه. على التوالي ام سو ثانكفول للكلاينتس بتوعي آه. آه, آه, آه الصوره الاولانيه دي كانت 2018 آه كنت آه نمبر 3 على الاوفيس والسنه اللي بعدها 2019 آه كنت نمبر 1 و2020 نمبر 1 على الاوفيس تمام دايما مش معنى كده ان احسن من الناس اللي في الاوفيس لا يعني آه اول خلي بالك انت جيت أجيت أجيت 2019 ان, آه ان الناس كان عندها <applause> ثقه فيا جدا لدرجه ان هم وصلوني لل ان ابقى في المرتبه دي على الاوفيس مم. الاوفيس بتاعنا فيه حوالي بتاع من 180 ل 200 ايجنت اه اه ده فأ... كيلر ويليام نفسه ده كيلر ويليامز اوفيس ده آه. وان مش اوفيس مش البريمير من... بتاعك لا لا ده آه. ده كيلر ويليامز يعني طبعًا. على 180 انت طلعت الثالث يعني وانت طلعت الاول ولا. يعني 180 بالظبط من 150 ل 200 طبعا ان هم بيتغيروا يعني تمام فانا ككرم آه ما كنتش متوقع ابدا انه ممكن ده يحصل في يوم من الايام بس اجين يا سو بجد ده ده يعني ده بس يعني <applause> بركه ربنا قوي الحاجه بشكر الكلاينتس ان هم وثقوا فيا والدون الاوبورتيونيتي ان انا سيرف ديم ف بسببهم انت شايفه الصور دي يعني طبعا بركة ربنا والامانه دايما طبعاً. كان الر كان ربنا مع مع ايه؟ مع داوود ولا يوش. مع دا مع يوسف <تكتصفيق> مع يوسف اه كان معاهم كلهم يعني يوسف وداوود اه داود كان آه. مع يوسف فكان رجل ناجح اه امين لا يعني <تكتصفيق> <فكان> <تكتصفيق> طبعا انا لو هقول ربنا مع كرم اه شكرا لا طبعا بصي ربنا رقم واحد في كل حاجه الناس عمالين يقولوا لك كونجراتيشن ثانك ثانك شكرا شكرا ف... <applause> احنا سو so براود في الجاليه المصريه بتاعتنا طبعا يعني انا فرحانه جدا يعني دايما عندنا ناس مجتهدين وشاطرين وانت كمان رافع راسنا اهو شكرا انا مؤمن جدا بانه يعني احنا كمجتمع مصري وكبروفيشنالز مصريين we are doing a great job. <applause> ده اللي انا شايفه. <applause> <applause> حاجه كمان انا بشتغل يعني انا أقدر أقول لك إنه خل يعني let's say I هيلبت حوالي 100 أسرة خلال الكام سنة اللي فاتوا منهم اثنين مش مصريين وال 98 أو أكتر يعني كانوا كلهم مصريين yeah. تمام؟ mm -hmm. والاتنين اللي هم مش مصريين they were a referral من ناس مصرية تمام؟ فأنا بشوف قد إيه إحنا ناجحين لأنه أنت علشان تقدري تشتري بيت في كاليفورنيا وتقدري تحوشي داون بيمنت وتقدري تدفعي مورجج بتاع بيت فانت لازم تكوني انسانه مجتهده جدا لازم تكوني آه آه سمارت لازم تكوني آه عندك جولز واهداف فانا شايف انه احنا كمجتمع مصري انا حقيقي ام سو براود مع كل شخص بشوفه بشوف قد ايه الناس دي في, في وقت قصير جدا هنا في امريكا قادرين يحققوا نجاحات يمكن ناس تانية بقالها سنين ما نجحتش ويمكن ناس امريكان وعايشين هنا في مولودين في البلد عندهم ما عندهمش, ما عندهمش حاجه level ليفل اوف زي الـ 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 الناس اللي انا بشوفهم كل يوم وناجحين في شغلهم وعندهم آه فيوتشر باهر آه في بلد هم هاجروا آه ما بقالهمش سنتين ثلاثه خمسه فانا آه يعني فخور جدا بالجاليه <applause> المصريه وسيربرايزد و... كمان يا هما دايما برضه زي ما بقول نكون امنا في شغلنا يا جماعه وكل حاجه تبقى تمام طيب بس لازم اقول لك برضو عشان يعني هبقى متضايقه لو ما قلتهاش انت جيت هنا 2019 كنت الثالث اوكي okay؟ وبعدين اول ما جاء بقى الاول شفتي انا وشي وشك حلو عليا وشك حلو عليا <applause> طيب دايما, دايماً تيجي بقى اسال مع مين ماشي خلاص طيب معم. طيب سؤال بقى مهم الناس اللي عايزه تدرس تدرس ريل استيت انا أي. عايز اعرف هاو satisfied يو ار من اول مشوارك لحد دلوقتي وتشجع الناس ازاي انهم يبتدوا الكارير ده يعني تشجع الناس تمام الكارير زي اي كارير او زي اي بزنس فيري تشالنجينج في البدايه مم. تمام واعتقد يعني اتس فيري تشالنجينج على طول لانه اي بيزنس ان ما كنتيش تحافظي عليه كويس جدا وتكبريه كل يوم وتجتهدي فيه جدا مش هيكمل لوحده مفيش حاجه بتكمل لوحدها تمام فالريل استيت از ا جريت بس لو مناسب ليك لو مناسب للشخص ده اللايسنس سهله جدا يعني سهل جدا ان اي حد ياخد اللايسنس مفيش اسهل من كده بس مشكلتنا انه اللي احنا بندرسه في اللايسنس مختلف خالص عن الحياه العمليه مختلف خالص عن اللي بيحصل آه بعد ما بتاخد اللايسنس تمام او على الاقل على ايامي يعني كان مختلف ما اعرفش هم غيروا المناهج غيروا الامتحانات اي دونت نو بس انا بتكلم لما انا اخدت اللايسنس آه طبعا مفيده وفي معلومات كتيره بس بدانا نتعلم الحاجه الحقيقيه بعد ما بناخد اللايسنس It will take few years علشان تبيلد اسم وتبيلد سمعه وتبيلد تراست و, و, و mm. clients وهكذا في اماكن كتيره قوي بتساعد في ان هي تدي اللايسنس اللايسنس اي ثينك ان انت اي حد يقدر ياخد اللايسنس within two months maybe اعتقد في سكولز كتيره within eight weeks بتقدر تاهلك انك تاخدي الامتحان وتاخدي اللايسنس بس في الحالة العمليه انت يعني بعد ما بتاخد اللايسنس بتبتدي تتعلمي ايه عن ايه ايه اللي بيحصل وبتاخد وقت على ما بتقدري تشوفي نتيجه تعبك آه. سمر التعب yeah. زي اي بزنس زي اي بزنس لازم اول جدا. سنه واثنين وثلاثه مش بيبقوا سهلين وانفستمنت تايم اند ماني اند ايفورت وفي الاخر uh, اكيد بعد بركه ربنا طبعاً. انه بيبقى في رزالت للمجهود ده حقيقي طيب انا بشكرك جدا جدا احنا شفناك النهارده واستمتعنا بيك جدا شكراً. وهنشوفك تاني ايوه بعد بكره <applause> <أوه>. صح؟ صح <applause> بس مش اسال مع ميرا ممكن تكلمنا على الايفنت اللي هتكون موجود فيه وممكن يساعدكم ويكلمكم ويشوفكم ويشرح لكم بالتفصيل امتى هتكون موجود وفين؟ اوكي <applause> هو آه الـ هيئه جريس اعتقد انت لو عندك الانفورميشن بتاعه الادرس تقدري تحطيها هو في المايل سكوير في يوكلد ستريت ياش. في فاونتين فالي يس موجودة. عاملين يوم آآ آآ للجاليه للناس. العربيه أوه. ده بيبقى يوم هايل جدا بيبقى فيه كل التخصصات ريل استيت انشورنس دكاتره محامين محاسبين فكل التخصصات الهدف طبعا حابب اشكر هيئه جريس جدا وابو كريدة بشاي على المجهود الفظيع جدا اللي هما بيعملوه <applause> كل سنة اتحرمنا منها السنة اللي فاتت علشان كورونا, كورونا. آه <applause> بس آه اليوم ده بيبقى يوم هايل آه الجالية العربية كلها أو معظمها بتتجمع آه بيبقى فيه تخصصات كتيرة أوي سي لو حد لسه جاي أو حتى بقاله سنين هنا ومعندوش آه 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 انشورنس ايجنت بيدور على insurance agent بيدور على محامي بيدور على محاسب بيدور على real estate, uh, real estate بيدور على أي تخصص هيقدر يجي ويتعرف على الناس اللي uh, يساعدوه في التخصصات اللي هو بيدور عليها فاليوم ده بيبقى حلو جدا الناس كلها بتتجمع بيبقى يوم جميل كفن وجناح ناس بتتعرف على وفي بعض في لعب كمان وفي مسابقات وفي أوه. جوائز بيوم جميل اه بيوم جميل وتقريبا كل التخصصات متغطيه يعني تعرف على ناس, يعني ناس كتير جدا يس. جدا يا انصح اي حد فعلا انه يجي اليوم ده لانه هيتبسط ويتعرف كمان. على ناس جديده <applause> اه اه وبيوم حلو يعني للكبار وللاطفال هم الصراحه مش سايبين حاجه يعني مش مهتمين بيها <applause> آه و a lot of businesses هتبقى هناك حلو قوي إن إحنا نتعرف على البروفيشنالز المصريين أو العرب لأنه أجين أنا ليا الشرف إنه كل الكلاينتس بتوعي مصريين وأتمنى دايما إن أنا أشوفهم في أحسن صورة. طيب ممتاز جدا عايزة أعرف من حضرتك ونأكد على الناس تاني سعر الفايدة 3% حضرتك أو 3.5 تقريبا يعني في الرينج ده صح؟ لا اقل شويه يعني أقل شوي. الفايده مش ثابته يعني مش يعني مش ثابته يعني مش كل الناس بتاخد نفس الانترست ريت تمام يعني لو واحد السكور بتاعه 800 مش هياخد نفس الانترست ريت بتاعه واحد تاني 650 تمام يعني لو السكور بتاعي قليل الانترست ريت بتاعتي مش نفس الانترست ريت بتاعه واحد تاني الكريدت سكور بتاعه عالي فالفايده بتتراوح ما بين مثلا let's سي uh, اعتقد اقل حاجه شفناها يعني خلال كام شهر اللي فاتت 2.5 لحد مثلا ثلاثة وشوية فبتختلف من شخص لشخص ولكن هي تاريخيا في اقل معدلاتها تمام؟ اوكي okay. لكن مش ثابتة uh, يعني مفيش حاجة اسمها الانترست ريت 3% لا أنا لو هروح uh, أتكلم مع 5 لندرز ممكن اخد فايف انترست ريتس مختلفين mm -hmm. وفي نفس الوقت نفس اللندر لو هيتكلم مع خمسه بايرز ممكن يدي انترست ريت مختلفه للخمسه البايرز حسب الداون بيمنت حسب الكريدت سكور حسب حاجه اسمها الديت تو انكم ريشيو يعني الديت تو انكم ريشيو اللي هو ايه؟ يعني لو حد الانكم بتاعه 10,000 دولار تمام؟ الانكم بتاعه في الشهر في الشهر تمام؟ اوكي هو ومراته ممكن اه هولد الكومباين تمام؟ اه oh. اوكي oh. okay. والمورجج بتاعه 2000 دولار تمام فالديت تو انكم ريشيو قليل يعني هو المورجج بتاعه عباره عن في 20% من الانكم بتاعه تمام هو الاول بيشيلوا 40% هم ليهم حساب كده شويه غريب تمام يعني خلينا ابسطها لك لو قلنا مثلا انه البنك م. هيدي للشخص ده اب تو 50% من ال الانكم بتاعه يعني ايه يعني الانكم بتاع الشخص ده 10000 تمام والبنك هيوافق له لانه مش كل البنوك عندها نفس الكرايتيريا مش yes, نفس البنوك صحيح. عندها نفس الجايد لاينز بس هنقول ان البنك ده هيسمح oh. للشخص ده انه اب تو 50% من الانكم بتاعك احنا موافقين ده أيوه. لو okay. هو ما عندوش اي ديون تانية ما عندوش كار بيمنت ولا كار ليس ولا كريد كارد ولا حاجه تمام فالبنك بيقول له معاك لحد 5000 دولار مورجج احنا موافقين لك طالما انت ما عدتش 50% من الجروس انكم بتاعك اوكي okay. فالراجل ده لو اشترى بيت والمورج بتاعه 50% آه سوري المورجج آه بتاعه 5000 فالراجل ده واصل ل 50% من الدت تو انكم ريشيو يعني آه على الماكس على <أم> يعني هو آه. كده لو بس المورجج بتاعه 5100 دولار آه لا هو كده عدى المارجن بتاعه تمام آه. لو الشخص ده نفس ال 10000 دولار هيشتري بيت تاني بس الـ بس المورجج بتاع البيت ده 2000 اه 2000 ففي روم كبيره قوي عنده لسه فساعتها البنك هيحس انه الريسك اقل لانه الشخص ده بيكسب 10 والمورجج بتاعه 2000 غير لما يكون الانكم بتاعه 10 والمورجج بتاعه 5 بيبقى خلاص على الليمت فكل ما ده 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 اللي هو الديت تو انكم ريشيو ده برضو عامل من العوامل اللي بتاثر ساعات مش دايما على الانترست ريت مظبوط طب انا بشكرك جدا اول مره يعني حد يشرح لي الموضوع ده بشكرك جدا احنا ممكن ناخد استاذ فادي معانا على التليفون شروع. ونكمل اتفضل استاذ فادي مساء الخير يا ازيك اهلا مساء النور ازيك الحمد لله تمام ازيك يا كرم اهلا بيك آه انا فادي مش عارف تفتكرني ولا لا أه انا بس آه انا ما عنديش سؤال ولا حاجه انا بس عايز اتصل يعني اشكركم على البرنامج وعايز اقول ان انا قابلت كرم مره واحده وهو حببني في الريل بصراحه وخلاني كان سبب من الاسباب ان انا حبيت الموضوع وذاكرت وخدت اللايسنس بسببه يعني كان هو جزء من الاسباب وبس عايز اشكره وعايز اقول هو فعلا انسان جميل ومهذب وصبور جدا واي حد بيساله اي حاجه بيفضل معاه للاخر ويعني انا بس حبيت ان انا اقول ان انا بشوف البرنامج ومبسوط بيه ومتشرف ان هو حد من الجاليه بتاعتنا حقيقي يا سيدي ربنا يخليك يا فادي لا ده كان شرف ليا انا واكيد انت يعني بس ده من ذوقك ومحبتك مش اكتر ربنا يخليك يا حبيبي تستاهل كل خير ومبسوط قوي ان انا اتكلمتك النهارده شكرا يا فادي ربنا يخليك ومن نجاح لنجاح يا رب ربنا يخليك ربنا يخليك فادي طبعا شكرا. زميلنا وغالي علينا فادي اتمنى اشوفك في البرنامج قريب ان شاء الله <applause> ان شاء الله ان شاء الله شكرا يا فادي أوه. ربنا معاك جميل ان احنا نشكر في بعض ونرفع بعض وإن يعني المحبة جميلة جدا امين اي آه طبعا طبعا ما هو جداً. انسان رائع يعني وانا بشكرك يا فادي مره تانية على الكلام الحلو ده انا ما استاهلهوش لا لا انت تستاهله طيب انا بس في حد كان سأ... بعت لي سؤال قبل mm. البرنامج وقال لي تاني سألهولي لي وهو الموبيل هاوسز احنا مش فاهمين ايه الموبيل هاوسز دي oh. هي مش احسن حاجه في الدنيا ولكن بيقولوا انها ساعات ستارت كويسه مع ان الايجار بتاع الارض بتاعها طول العمر فيعني هي حاجه كونفيوزنج قوي للجاليه عامه كلها أوكي. هل تقدر تدينا بس نقط عنها علشان الناس اللي سالت بس من شور sure. طيب انا مش انا مش متخصص قوي في الموبيل هومز بس هديكي المعلومات أوه. العامه يعني اوكي في نوعين من الموبيل هومز في اللي هو بيبقى على لاند وفي اللي هو بيبقى اون بارك تمام اوكي في موبيل هومز اللي هم اللي بيسموها مانيفاكتشرد هومز دي بتبقى على لاند انت ما بتدفعيش ايجار لللاند خلاص انت اشتريت البيت بتشتري البيت بالارض بتاعته ما بتدفعيش حاجه لللاند اللاند دي تعتبر بتاعتك تمام طيب النوع الثاني ده بيبقى في, في بيسموها اون بارك في بارك يعني مساحه ارض كبيره وعليها بيوت 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 جنب بعض تمام انا بشتري البيت لكن بدفع رنت للارض بالأرض. دي بتتراوح من 700 دولار ل 2000 دولار تمام؟ أو اكتر كمان اه فبتبقى آه يعني لا امتلك الارض انا بس بمتلك المبنى اللي انا فيه لكن الارض بدفع لها ايجار. آه ده, ده عيب من العيوب تمام؟ آه مزاياها ان هي سعرها في المتناول وفي نفس الوقت هي مناسبة لناس ومش مناسبة للناس، يعني مثلا في موبيل هومز مثلا في نيو بورت بيتش في حتة في جميلة جدا بالبوة على البحر, البحر. بالظبط كده دي ب 2000 ونص تمام؟ آه. آه. انا كراجل مش فارق معايا هبيع البيت ده امتى مش فارق معايا الألفين ونص بس عايز اسكن في نيو بورت وامكانياتي لا تسمح ان انا اشتري بيت بـ3 4 مليون في بالبوة، خلاص هقعد فيها مش هعمل حاجة يعني مش حاجة وحشة تمام لكن لازم الواحد وهو بيشتري الموبيل هوم يفهم مزاياه وعيوبه مزاياه واحد اتنين تلاتة عيوبه واحد اتنين تلاتة علشان هو بياخد الديسيجن ده يبقى عارف هو بيحط فلوسه فين او آه ال 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 المكان ده او القرار ده انسب حاجة لي ولا يشتري حاجة تانية اوكي خلاص اعتقد ان ان الموضوع واضح يعني أنا برضه شايفة ليه عيوب ومزايا بس يناسب ناس وناس لأ. بزا. أستاذ أكرم أنا بشكرك جدا يا أستاذ كرم. <تصفيق> أكرم <تصفيق> كرم. أنا ربنا يكرمك يا أستاذ آمين. كرم. أنا بشكرك جدا جدا استمتعنا جدا النهارده وتعلمنا حاجات كتير جديدة ونتمنى إنك تكون معانا تاني. أنا يعني أشوفك بعد يا سنتين يا ولا تلاتة ناخد ميعاد على الفقرة. أنا بشكرك معرفش يقول يا رب لا إن شاء الله أجي قريب خالص. إن شاء <applause> الله أنا اللي <applause> اتشرفت يا أميرة و يو سو ماتش على وقتك. بشكر السادة المشاهدين كلهم و Thank you again. Thank you فندم مرسي تشرفنا بيك ودايما من نجاح لنجاح. ربنا يحافظ عليك يا استاذ كرم شكراً، أعزائي المشاهدين احنا اتبسطنا جداً جداً الحلقة هتتعاد تاني يوم الاثنين الساعة تقريباً 4 بتوقيت كاليفورنيا 7 بتوقيت نيويورك ممكن نشوفها ممكن نعمل شير مع أصحابنا لو عايزين مش فاهمين قوي برضو لسه وعايزين نفكر أكتر ممكن نكلم أستاذ كرم أو ممكن تيجوا يوم الأحد تقابلوه في أورنج كاونتي في المايل سكوير في فاونتن فالي لو مش قادرين ممكن تاخدوا رقمه موجود في الحلقه طول الوقت او من الكنترول روم وتقدروا يقدر هو يساعدكم ويقول لكم او ممكن كمان يبعتكم لحد من اللندرز يقدر يقول لكم اللون بتاعكم كام هي مكالمه واحده يا استاذ كرم صح؟ ايوه مكالمه واحده ويقدروا يعرفوا هم اليجيبل لكام او البنك ممكن يديهم كام وامكانياتهم كام ويروحوا يدوروا فين؟ يس هو اللندر بيطلب شويه دوكيمنتس على ما بيبعتوا الدوكيومنتس دي وبيملوا الابلكيشن آه خلاص البنك بيقدر يحدد هما هيقدروا يشتروا بيت اب ايوه مش يعني ما اعتقدش ان في فيز موجوده هل تعرف الـ في البري ابروفلز آه لا الـ Pre يعني مفيش. هو يقدر آه. يعرف من غير من غير اي ما يدفع اي يعني ميبي بس لو في آه. بعض اللندرز بتشارج اه, for the credit آه 40 دولار يعني ولا يعني آه حاجه اه بس نادرا قوي لما بشوف الحكايه دي آه. <applause> طيب بشكرك يا فندم وبشكركم اعزائي المشاهدين يوم الجمعه الجايه معانا استاذه ليلى بينس وساره بينس وكانوا في رحله جميله لمصر وعملوا حاجات مهمه كتير لمصر هنعرف كل اخبار الرحله بتاعتهم آه ان شاء الله يوم الجمعه الجايه الساعه 6 بتوقيت كاليفورنيا والساعه 9 بتوقيت نيويورك آه دايما تابعونا وربنا يحافظ عليكم بحبكم كتير آه نحاول نحتمل بعض ونكون امناء في شغلنا ونريح بعضنا بحبكم كتير يسوع يحافظ عليكم باي باي